فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم الأكل بالملاعق التي تصنع من الذهب أو من الفضة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز الأكل في أواني ولا في أواني الذهب والفضة. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، كما في الحديث الصحيح: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا، يعني للكفار، ولكم في الآخرة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.